يا سعيد تسمعني وي دابا الصوت مزيان كتبان كان مكان مزيان. اول حاجه قاي سعيد عرف الناس براسك. وكنشكرك على هذه الاستضافه، وانت ما دمت انك صوت الطبقه الشعبيه وصوت الهامش المغربي وصوت من لا صوت له، فانا جد فرح وفرحان بزاف على هذه الاستضافه الكريمه. انا سعيد السعدي من مدينه مشرع بالقصيري، كاتب وروائي، عندي جوج روايات وكتاب فكري، حاصل على الماستر في الفلسفه. وهذه المشاركه ولا هذه الاستضافه غادي تميز كما خبرتيني بانها غادي تكون قراءه المجموعه من الاحداث ديال هاد السنه اللي مازال ما الور. نمشيو ضربه ياك، نمشيو من الاول. واخا مرحبا، احنا في الاستماع، انا والمشاهدين في الاستماع. فوالا، دونك شي احداث اللي هي مؤثره اللي ما يمكنش انك تمر عليها مر الكرام، خصك ضروري تهضر عليها وضروري انك تناقشها. وكاين شي احداث اللي هي احداث غير مؤثره، وبالتالي حنا غادي نمشيو للاحداث الكبيره اللي وبالخصوص اللي الاحداث اللي زعما اللي مسؤولين فيها جهات معينه ممكن نناقشوها، بحال جهه حكوميه مثلا اللي مسؤوله على الشان العام اللي ورطات المغرب في غلاء الاسعار ورطات المغرب. دونك هذا الشيء ما يمكنش انك تمر عليه. وكاين احداث جزئيه اللي كتعلق مثلا احداث خارجه علينا، مثلا بحال حرب اوكرانيا، بحال دونك هذاك الشيء غادي نمروا عليه مره الكرام. الو راه نبداو فواحد الحدث اللي كان في 3 فبراير 2022، وكان واحد الحدث مؤلم، هو هذاك الطفل ريان اللي طاح في البير. وهذاك الحدث احنا ما غاديش نناقشوه لانه حدث ماساوي وتالمنا فيه، ولكن واحد الجانب واحد الدلالات الاجتماعيه خصنا ننتبهوا ليها، هي ان المغاربه كلهم ولاو يد في يد، ولاو يد وحده. المغاربه هذاك التضامن اللي شفناه مؤخرا وماشي وباش وباش نقاطعك ماشي المغاربه اللي ولاو يد وحده. فهذيك الظرفيه ديال الجزائر، واخا كان فهمتيني كان واحد الاحتقان، ولينا حتى هما فهمتيني بحال اللي تقول لهذيك رايان حيد ديك الشراره ديال العداوه في ديك الوقيته ما بقاش باينه. راه هذيك واحد النسخه معكوسه ديال اسود الاطلس، وهذا دليل على اننا شعب واحد، هذا دليل على ان اللي كيجمعنا اكثر من اللي كيفرقنا. ها المشكله، لا لاحظتي قبل هذيك الاحداث كان غير البنان البطاطا ما نعرفش شنو هو، واحد اللحظه اختفى هذاك الشيء ديال البنان، هذا دليل على ان اللي كيجمعنا اكثر من اللي كيفرقنا، وهذا الشيء راه تبين واضحه، لا سواء في الفرح ولا سواء في القرح. يعني هذه غريبه شي شويه، هذا دليل على اننا جماعه واحده. بغيت نعرف رايك واحد الحاجه، بان كاين واحد اليوتيوبر بزاف عيقوا كنشوفوا الملك ديال البلاد كيقول لي هذه الممدوده، ولكن هما ما بغاوش يخشموا باقا كياتاكيو الجزائر، وهما الاخرين نديروا هذوك مثلا المرضى نفسيين، هما كي حنا بقاو مقابلينهم. وبنادم انا كنعرفوا دابا مثلا هو راه غير اللي كيهمو غير المداخل، هو كيخسر بين العلاقه ديال جوج ديال البلدان، ما عندوش مشكل، هو المشكل اللي خصو يدخلوا صافي اي حاجه خصهم ياتاكيو فيها الجزائر الجزائر. وكتشوف الملك ديال البلاد كيقول بان اليد الممدوده للجزائر، وواحد خارج اللي بحال اللي كتقول اللي كيبنيه اللي كيبنيوه المسؤولين ديال هاد البلاد في هاد العلاقه مع الجزائر، كيجيو هادو صحاب الادسنس كيريبوها. شنو قراءتك على هذا الموضوع هذا؟ كيفاش كتشوفه؟ هذا كيدل على بان كاين هاد البلاد ولات مخترقه. ها السياسه الرسميه ديال البلاد ديال المغرب انت كتشوفها في فين غدا، يعني ان اعلى سلطه في البلاد تفطن بان هاد الصراع راه مال صالحنا مال صالحهم، ياك هذا جي اعلى جهه في البلاد. واحد اخر كيبغي كيدير فيها وطنيه اكثر من الوطن ولا ما نعرف شنو هو، دليل بان يعني اختراقات من جهات متعدده. لا درتي انت مثلا دابا مثلا غير رفعت الحسن الثاني كان الصراع على اشده، ولكن الحدود مفتوحه، الناس غاده جايه، يعني الصراع حنا كنتصارعوا معهم مع النظام الجزائري، كنتصارعوا معهم على واحد الصحراء اللي هذيك ارضنا ما غاديش نتنازلوا عليها. فين كنتصارعوا معهم؟ في الامم المتحده، ولكن على الواقع على الارض. واش واحد كيعاير الجزائر على البنان ولا على بطاطا ولا واش هذا عندوش عقل؟ ودابا في نظرك هذا مول البنان ولا مول البطاطا؟ لا درتيه في واحد المكان اللي هو رسمي ولا مكان عمومي، دابا شنو تسنى منه؟ شنو تسنى منه؟ واضح ملي دخلت مثلا جهه ديال اسرائيل، ملي دخلت جهات اخرى،
واضح انهم عمرهم ما يشوفوا شعب واحد، وعمرهم ما يشوفوا هذا النزاع تحسن، لانه كيعيشوا منه جهات بزاف، كيعيشوا منه تجار الاسلحه، كيعيشوا منه تجار الفتن، كيعيشوا منه تجار المآسي. وحنايا التجاره اللي كنديروها هي تجاره واحده، هي تجاره السلام، ماشي كنبيعوا ونشتري فيه، ولكن هذه قضيتنا والايمان ديالنا. الايمان ديالنا دابا تجريتي، كنت باغي نناقش معك هذه القضيه ولكن بديتي معايا في الاول، ماشي مشكل. الايمان ديالنا بان هذه القضيه ديال الصحراء ما يمكنش انها تحسم نهائيا الا لكان واحد الاجماع، ولكن على الاقل واحد التوافقات من جهات معينه. باقي كنعقل واحد اللقاء كان بين الحسن الثاني وبين ثلاثه ديال الزعماء ديال البوليزاريو، وكان في القصر الملكي في مراكش في 1991. كان اول لقاء مع البوليزاريو واخر لقاء استقبلهم الحسن الثاني، منهم هذا عزيز، هذا غالي، ابراهيم غالي، منهم هذا استقبلهم وقال لهم عندك تقولوا بانني عيطت لكم من هنا باش انني نتفاوض معكم على الصحراء. الصحراء صافي حسمناها بانها راها يعني صافي قضيه تحسمت، ولكن ما حسمناش الولاء ديال القلوب ديال الصحراويين، وهذه اللي تاملناها مزيان راه خطيره بزاف. هي الارض راه حسمناها باش بالسلاح، لان في الثمانينات دخلت واحد الاسلحه نوعيه للمغرب، ودرنا بنينا ذاك الجدار العازل وصافي. وجا في 91 وقف اطلاق النار اللي كطراه المينورسو، صافي الامور راه ولي شادينا في يدينا. اما في بدايه الثمانينات ملي قال الحسن الثاني الاستفتاء وهذا، راه كانت تقريبا راه كانت مشات، ولكن في ديك اللحظه صافي حسمناها واستقبلهم. يعني دابا هذا الحسن الثاني مستقبل اعضاء ديال البوليزاريو في القصر الملكي، وجاو عنده وناقشوا معاه وقال لهم بانني انا حسمت قضيه ديال الارض، ولكن ما مازال ما حسمتش قلوب مجموعه ديال الصحراويين. وهذه القضيه اللي خصنا اننا ننتبهوا ليها. حنا نكسبوا على الاقل، على الاقل كما تيقول دابا الملك، حنا نكسبوا غير قلوب الجزائريين. هو النظام حاله سهل، النظام حاله سهل، حنا نكسبوا الشعب الجزائري انه يكون معانا. هذيك الطريقه اللي كيهاجموا بها اليوتيوبر، هادشي ديال الزلي التكشيطه، واش بيني وبينك غنكسبوا بها قلوب الجزائريين؟ دي هادوك التكاشطية وهادوك الزلايجية وهادوك راه ما عندهمش واحد الأفق اللي هو أفق سياسي، وعندهم اتضاح ديال، فهمتي؟ يعني عندك جوج حوايج. المغرب الوضعية ديالو كيف جا، بغيتي تحاصرو راه تحاصرو بيدك، غتبقى دير فيها نحن الإمبراطورية المغربية ونحن كذا ونحن كذا، وانت كاسك انت بلا ما تعلم انك كاسك تحاصر راسك، لأن من الجنوب ديالنا موريتانيا، من الشرق ديالنا الجزائر، والجزائر هي حقيقه جغرافيه وحقيقه اقتصاديه وحقيقه على جميع المستويات، بغيتي ولا كرهتي. انا نقول لك واحد القضيه، واش حنا نكونوا اكثر من المانيا وفرنسا اللي دوزوا جوج حروب عالميه، الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، سير طلع عليهم دابا. واش حنا نكونوا اكثر من الهند وباكستان، ولا الحرب اصاحبي والسفارات مفتوحه، الحرب نايضه شباكه، وفهمتي؟ يعني السياسه خصها العقول، الناس اللي كتفكر بحكمه وتفكر براويه، راه ماشي دابا المراهقين ديال اليوتيوب. مش في هذا الموضوع ديال الهدف ديال الجزائر وهذا، نمشيو للحدث الثاني دابا من بعد الحدث ديال الريان، شنو الحدث الثاني اللي وقع في هذا العام؟ والحدث الثاني هو كان خارج علينا ولكن كان مؤثر، هو الحرب في روسيا واوكرانيا. علاش مؤثر علينا؟ لان اثر اقتصاديا، اثر اقتصاديا، وهذاك التاثير كان ممكن اننا نتحكموا فيه، ولكن للاسف عندنا واحد الحكومه ما كتفكر غير في راسها. كاع هادشي اللي دارت وكاع هادشي الاصلاحات اللي كدير ما هي الا اصفار يسار العدد الواحد، يعني واحد الاصفار وجمعتيهم قد بحال واحد، وحطيتي على اليمين ديالو صفر ولا 10، ولكن حطيتي حداه على اليسار 1000 صفر، غيبقى صفر، غيبقى واحد. يعني هادك الشيء كامل اللي كدير غير التخربيق. عندك دابا انا مثال، ملي جات الحرب ديال اوكرانيا زاد البترول، زاد الغازوال، زاد ليسونس، زاد المازوت، ياك يقول لك راه حكا الحرب بدات، وعلى السوق الدولي هادشي معقول اللي كيقولوا، على السوق الدولي راه تزاد ثمن البرميل، راه تجاوز ال 100 دولار، ولكن ملي كان كيساوي دولار واحد، علاش ما تشريش وتعمر سميتو الريزرف ديالك؟ علاش ما ترجعش سمير؟ واش هذه اول ازمه الطاقه اللي كنعيشوها؟ فهمتي؟ يعني كون باغيين يرجعوها راه ما يبيعوهاش من الاول، هما كانش عندهم مخطط على المدى البعيد باش لا سمير، باش لا سمير تسد. عرفتي علاش باش تسد؟
والله هذه ما فيهاش نقاش، صحيح هادشي اللي كتقول انت كلنا متفق معك 100%، ولكن في هادشي حنا كنطرحوا غير مساله ديال الشعب، وكنطرحوا مساله ديال الدوله. دابا نفترضوا مثلا الدوله وقعت في واحد في شي ازمه، ولا نفترضوا مثلا غير افتراض انها دخلت مثلا في الحرب، وفي هذه اللحظه كتحتاج انها بزاف ديال الطاقه، شنو تبقى دير؟ تبقى تشري من عند افريقيا وشالو، فهمتي؟ نورمالمون خصها هي اللي تكون مالكه لواحد القطاعات الحساسه، خصها تكون هي اللي شادهم، فهمتي؟ عاد زائد مثلا هاد الاسعار ملي ولات من حيدو لسامير، بانوا مجموعه ديال الامراض ومجموعه ديال الظواهر ما نقولوا احسن متوحشه، لان هادشي ملي حيدنا لسامير دازت واحد شويه، شنو دار؟ جانا تحرير ديال المحروقات مع حكومه بن كيران، تحرير السعر، جانا واحد شويه تغول ديال الشركات ديال المحروقات، جانا واحد شويه البلوكاج السياسي، لان يعني هذاك مول مالك المحروقات هو اللي دار لك البلوكاج السياسي، وشوف فين وصلت الدعوه، زادت واحد شويه ولا هو رئيس الحكومه. يعني هادشي كنا غير كنضحكوا به، وغيرنا اخر حاجه يقدر تصور الذهن ديالك هي القضيه ديال هذاك مول المحروقات مول البومبا انه ولا رئيس الحكومه. وانت سيدي كتشوفها بعينيك بجوج، ما عندك جوج عينين تسلفها سيدي، كتشوف فيهم نيشان، فهمتي؟ يعني هادشي كامل شنو هو سببه؟ ان هذاك سببه هاد القضيه ديال اللي قلنا عليها ديال سمير، يعني انك ملي جمعتي الثروه والسلطه في يد واحد، واخويا شنو نقول لك، وتوقع كاع المصائب. هذه راه كان كيقولها ابن خلدون، كيقول لك الامير اذا دخل السوق يفسد التجاره، بمعنى انت شاد البوفوار شاد السلطه وداخل بها السوق، راه كتولي كتهند السوق كيف ما بغيتي. بحال نفترضوا مثلا هذه بشي فهمه وكل شيء، مثلا انت كتبيع الليمون وانت نفسك انت مثلا القايد ديال سوق الاربعه، وتبقى دير تدخل القوانين اللي بغيتي، اقول لهم مثلا ما يدخلش الليمون الا هذاك الليمون اللي كتصنعو نتايا، يعني انت تولي متحكم في السوق. اذا ما تبقاش المنافسه، ما يبقاش عندنا اقتصاد تنافسي، ولا عندنا اقتصاد احتكاري، فهمتي؟ والمشكله دابا ديال واخا كنقولوا حنا تنافسي، ولكن راه ما كاينش تنافسي. عدت لي عندك خويا سعيد، هذا واحد الحدث شويه يلطف الاجواء شويه ويذوب الجليد، واحد الحدث دافئ ديال فتح الملاعب للتشجيع جمهور الملاعب. وهاد الحدث بالضبط رسم واحد الطفره كبيره. ما نساوش بان المساجد هذوك فين كانوا كيتوضاو، فين كيتوضاو الناس، راه الملاعب تفتحوا قبل منهم احنا كنا جايين لهم، ولكن المساجد راه كينشروا كورونا، الملاعب ما كينشروش كورونا، والوقفات الاحتجاجيه كينشروا كورونا. كيف ما قال داك خونا، قال لهم الزحام ماشي بحال الزحام، اربعه ولا خمسه يصليوا العصر راه ينشروا كورونا، ولكن وحدين في الملعب راه ما غاديش يشرو كورونا، وحدين في شي مهرجان ما نشروش كورونا، ولكن 15 واحد كيحتج على الغلاء المعيشه راه ينشر كورونا. وما لاحظتيش واحد القضيه، حاله الطوارئ راه باقا مستمره لدابا، زعما كاينش حوايج كلها كيضحكوا. العوده ديال الملاعب شنو تقيمك عليها؟ هذه العوده ديال الملاعب ساهمت في الطفره اللي شفنا ديال الكره، لان ما نساوش ربما اول ماتش غادي تفتح الوداد مع الجمهور راه كانت ربحات الزمالك ب3-1، وتقريبا نفس الماتش كان بلا جمهور ربحاتنا الاهلي، ربحات الاهلي الوداد وربحات الزمالك الراجا، يعني الفرق المغربيه بلا جمهور ما كيساوي والو. وكانت اللمسه ديال الوليد الركراكي السير بعد العوده من المونديال، دابا راه كنشوفوا غير الجمهور والارضيه ديال الملعب، الكره راه ما كايناش هو راه كان كيقولها كل شيء. الانديه المصريه حنا باش كنا كنغلبوه، ما بالك بسير ديال الوليد ديال هذه الكره اللي ما شنو هو؟ منين كاين المشكل؟ هذا المردود ديال هاد اللاعبين، انا ما فهمتش، انا اللاعب المغربي كيعطي ماتش كيبان ماتش وكيولي يطفل، والله ما فهمتش كيفاش. راه عقليه هاويه واش بعض المرات كاين، ولكن راه عرفتي شنو هو؟ كيف ما سبق لي قلت لكم، قلت لهم مخير في اللاعبين كيشري واحد الطوموبيل كيك، كيف فهمتي كيشري طوموبيل بقى يدور على الليسيات واش يبقى شي هوايج ولا بلا ما في ما بلا ما تهضر على لي بواط، وبلا ما تهضر على راه كنهضر لك على النجوم ديال الكره في المغرب، راه ما كاين لي بواط. كيف عندنا واحد المجتمع كيحاصر كل ما هو ملتزم ومتدين كما داروا البوخلال، راه هذاك لا مشى لهذيك الطريق راه ماكش اللي يتحاسب معاه، دابا ولاو كيتحاسبوا مع هذاك اللي كيصلي واللي كي
هادوك هي ديال الخدمه ديالهم، هادوك كثار من الدبال الالكتروني. كتعرف الدبال الالكتروني المشكل دابا انا اللي بقى فيا الحال، اللي بقى فيا الحال هي داك الموقع ديال اش كاين قال لك بان السلفيه دخلت المنتخب، وما قدرش يقول بان السلفيه دخلت القصر ديال الملك. علاش ما قدرش يقولها؟ حيت لا قال غيتعاقب، قال السلفيه دخلت القصر ديال دخلت المنتخب، وكون سميه راجل يمشي يكشف السلفيه دخلت القصر، حيت بوخلا راه دخلت القصر عبد الملك واستقبلوا، وما كاينش شي حاجه احسن من هذا الشيء وقعات. لا نفترض بان هادشي كامل اللي قال نفترض بانه صحيح، واش انت مع حريه المعتقد؟ واش انت مع الاداء الكروي؟ واش هاد اللاعب حنا نحاسبوه على المعتقدات ديالو ولا فهمتي؟ حنا كنهضروا مع ابار، حنا على مسلمين ولا هذاك، راه بالعكس داكشي راه مزيان لينا، ولكن حنا ابار نهضروا معاه محايدين اسيدي. حنا مع حريه ديال المعتقد، وانه واش اثر على الاداء الكروي ديالو؟ واش باش انه شد شي لاعب ضربه مارس العنف؟ بالعكس، لاعب خلوق، لاعب ملتزم، خصنا نصفقوا له. اش كتصلي ولا كتسجد وراه الدوله دينها الاسلام صاحبي، راه الدستور راه فيه الدوله دينها الاسلام، ما خصكش كاع تهضر هذا الموضوع هذا، فهمتيني؟ وهاد الناس اللي كيهضروا بحال عاصيد والامثال ديالو، هادو اقليه، هادو اقليه ما خصهمش يهضروا. اشوف باش نجيك من الاخر، كما قلت لك دابا عاد بان الدوله هي مخترقه، راه هادو راه هادو راه كيقوموا باجندات ديال الخارج، فهمتي؟ اجندات اللي هي جهنميه، فهمتي؟ هادشي باش كنقول لك انه اصلا هو فيرا من بلجيكا كيصدر واقيلا هذيك اصلا. باش نجيك من الاخر، هاد التدافع الفكري، هاد التدافع الفكري اللي كاينه، كاينه ناس اللي في الصالح ديالهم هاد التدافع الفكري، في الصالح ديالهم. انا شاد في الرمداني، والرمضان شاد الرمداني شاد فيا، وانا شاد في عاصيد، وعاصيد شاد فيا، ونبداو نتقاتلوا وما نهضروش على المشكل الحقيقي. التدافع الفكري والترى هذا الهضره ديال حمام العيالات، راه بزاف علينا التدافع الفكري. شنو هي التدافع الفكري؟ هي اننا كنختلفوا باش اننا نوصلوا لواحد الفكره اللي هي ارقى. انا لا، انا خصني نهدم ديالك انتيا، وانت خصك تهدم ديالي، وتعط الله. واش هذاك الشيء اللي كيقول عاصيد واش فكر بعدا تنسميه بعدا تدافع؟ هذيك الهضره ديال حمام العيالات، هذيك الشعواده الفكريه، تكلف شي عند مشعوي كيبقى يخربق القايجي صنعوا منه مفكر، فهمتيني؟ هذا الشيء بلاد، وهذا الشيء ماشي جديد على هذه البلاد هذه، فهمتيني؟ راه كتشوف شي حوايج اللي كتخليك دير. ما علينا، دوزو لواحد الحدث اللي مهم، وهاد القضيه هاد الحدث ما كرهتش انايا تزيد تستفزني باش نهضر فيه، هو الهاشتاج، الهاشتاج ديال اخنوش ارحال. وشنو سميتو اخنوش ارحال؟ والبرلماني السيمو ديال القصر قال لك الجزائريين هما اللي كاتبين داك الهاشتاج. هل الجزائر باش عرف النيفو ديال باش عرف النيفو ديال البرلمانيين ديال هادو؟ راه ممثلين للامه، ترى ممثلين الأمة. هادشي راه ما خصكش، راه وكاينه شي وحدين بقاو تيبقاو يضحكوا بحال هادشي، ما تيضحكش. هادشي خصو يتفعلوا فيه آليات المحاسبه، خصنا هاد الناس خصهم يتحاسبوا. وهاد البرلماني السيم راه ماشي باش نفتحوا هاد القوس، ماشي اول مره، راه هو اللي قال لهم انا سبب الركراكي تاجا، كيبقى يهضر. وانت هذا بلاصتكم ما معمرهاش، يعني انت مدينتك القصر باقي فيها الغيس، اش كتقلب على اش تقلب انت اللي جيتي الركراكي كيفهم في الكوره، كيفهم في كل شيء، ومؤخرا جايب شنو سميتو مم اشرف حكيمي مجلس زعما كاين عاد بانت لك. اش غنقول لك؟ لا اله الا الله وصافي. الشيكو كانت المحاسبه مفعله في هاد البلاد، راه بزاف ديال الوجوه غير هذاك الهاشتاغ راه كشف على المعدين ديالهم وكان يعرضهم للمحاسبه. تصور معايا واحد يجي يقول لك المغاربه مرات، الله يسمح ليهم، فهمتي؟ هما نفسهم هادوك خوتنا اللي قالوا على المداويخ، ودابا درنا المغاربه، هادو راه الشعب المغربي كيتسب، اللي فيهم انا وفيهم انت وفيهم، على الاقل المحاسبه اخويا، غير المحاسبه تستدعيه. تصور معايا كو قال دابا بيني وبينك، دابا هاد المسؤولين، دابا الملك ملي كيبغي يخاطب الشعب كيقول لهم شعبيه العزيز، كيبدا شعبيه العزيز، وواحد سياسي ما كيبدا كيقول لك المداويخ. دابا دير هذه المقارنه بسيطه مع راسك. دابا انت شوف الملك كيقول لك شعبيه العزيز، وواحد كيقول لك انت مدوخ، الاخر كيقول لك احمق، وكيوصفك بانهم الذباب الالكتروني، كل واحد باش كيشير عليك. عرفتي شنو هو صاحبي؟ راه خصك ملي تكون دابا كينساو هاد السياسيين، كيصحاب لهم راسهم بحال مريحين مع شي صاحبهم في القهوه وكيجاوبوا، ما كينساو بانهم راه كيخاطبوا شعب. المشكله الكبيره، ودابا نقارن غير بالشعارات ديال الانتخابات، لا ما عطيناكمش 3000 درهم ضربونا بالحجر، والترى بحال هادو راه خصهم يضربوا بالكيماوي ماشي بالحجر، فهمتي؟ الجبهه ديال هاد الناس كيف دايره، وتمسكن تتمكن. والمشكله ما عندوش ادنى شروط واليات ديال التواصل،
ما قادرش اصاحبي تواصل مع الشعب. انا اللي عجبني في هذه القضيه انه خرج بزاف ديال الفاعي من غيرانهم. الواحد قال لك هالمرض، الاخر النقافه قال لك غادي نجيو نجريو عليكم، غنجيو نخرجوكم. هذاك مبارك ميمون الدريبي، غنجيو لكم فهمتي. الاخر عصيد قال لك يعني قاصري العقل ولا شي حاجه بحال هكا، بمعنى خرجت كاع النقافات، خرجتهم وعراتهم ليلة. حنا كنا عارفينهم، ولكن دابا هادو تورقوا مع الشعب، وان الشعب صافي نفض يده من الاحزاب ومن التنظيمات السياسيه والنقابيه وكل شيء بايع الماتش. قلت لك هاد الهاشتاج انه بين بان كاع هادوك الوساطات ما بقاوش، وهذا كيدخل المغرب عاوتاني لواحد المرحله اللي هي مجهوله. كيفاش نورمالمون كان الحزب كيعبر على واحد طبقه شعبيه ولا واحد جهه ديال الشعب، دابا الشعب نفض يده من الاحزاب من النقابات من كل شيء. من بعد احتجاجات ديال الريف كان الملك ربما شي جوج خطابات كيأكد على اعاده المصداقيه للوساطات، يعني الاحزاب يعني نقابات، يعني انها دير خدمتها وانها تمثل الشعب. في غياب ان هاد الناس ما كيعرفوش الشعب شكون هما، كل شيء بلع لسانه، سواء احزاب سواء اعلاميين سواء يوتيوبرز سواء مدونين سواء كل شيء. شنو ناضنا الشعب انه معول على راسو راه كيدير الهاشتاج، ولا انه كيفاش الشعب فقد الثقه في كل شيء دابا حالي، وشي حادث واحد اخر من غير هذا ديال الهاشتاج؟ كان واحد الحادث هو خارجي ولكن يلقي بدلاله عاوتاني على المغرب، هو استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد للزعيم البوليزاريو ابراهيم غالي في تونس. وهذه القضيه احنا كمغاربه راه ما عجبناش الحال. علاش ما عجبناش الحال؟ بينات لينا بان قضيتنا الاولى دخلت عاوتاني لواحد المنعطف شويه صعيب. علاش صعيب؟ لان تونس تاريخيا كانت كتلزم الحياد، مثلا نقولوا الحياد ديال تونس راه ماشي سهله. علاش ماشي سهله؟ لشتي الخريطه تونس فين جات؟ تونس جات بالجزائر وليبيا، يعني راه بالعاهم، يعني جات بين هوكوك وليبيا. تاريخيا كانت الموقف ديالها معادي للوحده الترابيه. الجزائر هي اللي النظام الجزائري هو اللي صنع المشكل، جات وسطهم تونس. والمشكل ان تونس ما عندهاش شي موارد، ما عندهاش شي امكانيات كبيره باش انها بحال دابا مثلا قطر ولا عندها البترول، ما عندهاش داكشي على قد الحال. وجات بين قوى ديال البترول وقوى ديال الثروه، يعني غير كون معانا وخذ اللي بغيتي، ولكن مع ذلك كانت كتلتزم الحياد. يعني هذا راه حياد، حنا في صالح، حنا في نظرنا راه شي حاجه كبيره بزاف. ولكن ملي جا قيس سعيد صافي قلب الفيستا وعاد النظر. هما تيقول لك راه حنا مازال كنلزموا الحياد، ولكن عمليا كيف ما كنشوف في السياسه راه باش انك تدخل او تستقبل رئيس ما كنعترفوش به، رئيس انفصالي للقصر الرئاسي ديالك، راه بالنسبه لينا هذا راه ضرب في الحياد، هذا راه مشيتي مع الاطروحه ديال الانفصاليين. الور باش كنفسروا هذا الشيء؟ باش كنفسروه؟ كنفسروه بان من تبعات تطبيع مع اسرائيل. يعني كاين اللي كيشوفها انها راه جابت مجموعه ديال المكتسبات، ولكن خصنا نتابعوا انها النوع ديال الخسائر اللي ممكن انها توقع لينا من هاد التطبيع. علاش؟ لانه ممكن انه يدير لك واحد العزله اقليميه. راه كاينه واحد الجبهه كتبان انها كتشكل فيها الجزائر، طبيعه الحال هذيك راه النظام الجزائري هو راه من الاول جرى معاه مجموعه ديال الدول الاخرى جنوب افريقيا، ودابا جرى لك تونس. وهذا دليل على ان باش تدخل او انك باش تجر الكيان الصهيوني المسمى باسرائيل المنطقه راه ماشي سهله. راه الانظمه المجاوره غادي يحسبوا له الف حساب. علاش؟ لانهم كيشوفوا قدامهم، كيشوفوا ان تاريخيا اسرائيل شنو كدير. اسرائيل كتلعب على التجزئه، وكتلعب على التشتيت، وكتلعب كاع الدول اللي داروا معها التطبيع. اختاروا مثلا دوله دارت معها التطبيع، هي مصر 1978 دارت معها معاهده السلام كام ديفيد. 1978 79 80 81 82 غادي تدخل لبنان، يعني دارتها غير قنطره باش انها دير الغزو على لبنان. في 82 غادي دير الغزو على لبنان، يعني هي كتلعب على التجزئه وكتلعب على التفرقه. اذا من كنقول انا من السذاجه انها تقول راه حليف ديالك. علاش؟ هادشي في الوراق ديال التاسيس ديالهم انهم عندهم واحد الغرض باش يكونوا انهم قويين
خاص المنطقة العربية أن تكون مجزأة وتكون مخربقة وتكون فيها الفوضى الخلاقة اللي كانت كتقول لنا كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية ديال الولايات المتحدة الأمريكية كانتون، يعني باش أنها كتلعب على هذه القضية ديال التجزئة. وراها راه شفناها بعينينا، راه قسمت جنوب السودان، السودان كان دولة واحدة، راه بالتدخل ديال إسرائيل راه تقسم جنوب السودان. إذا هاد القوى ولات يقول عندنا الحق، علاش نخافوا؟ خصنا نخافوا على راسنا. دونك ان هاد المغرب كان غادي مزيان في هاد القضيه ديال الصحراء، غير بغى يدير هاد بدا يدير هاد التطبيع، راه ماشي صالحنا. يجي حتى لاخر لحظات ديال دونالد ترامب، ودونالد ترامب صافي مشى بحاله. دونالد ترامب كان كيجر واحد الموجه ديال التطبيع، جر معاه الامارات، جر البحرين، جر المغرب والسودان. ملي مشى بحاله ما زادش شي دوله دارت التطبيع، يعني انه صافي مشى بحاله. وحنا بقينا بلاصتنا، يعني الولايات المتحده الامريكيه اللي كانت تعرف في المعاهده واش جابت السفاره ديالها للداخله، جابت السفاره ديال العيون، الا شحال من عام دابا التطبيع. يعني حنا عطيناهم بزاف ديال الحوايج هما استافدوا منا، ولكن حاجه استفدنا منهم؟ هذا هو السؤال. خلانا في عزله، اي كاينه شي استفاده جزئيه، وناهيك على الصفقات اللي معاهم صفقات. نعم، لان زعما التطبيع ما ربحنا منه والو، بالعكس دار لنا بزاف ديال المشاكل. ولكن راه في المونديال ديال قطر بان التطبيع على الورق بين الشعوب كاع ما مطبع. ندوزو لحاجه اخرى. الحاجة أخرى هي فوز الوداد البيضاوي بعصبة الأبطال الإفريقية، وده واحد الحدث مهم. عارف علاش مهم؟ لأنه هو عطانا هذيك القنطرة باش أننا ندخلوا للمونديال. المدرب اللي ربحنا به العصبة هو اللي وصلنا به النصف في كأس العالم في قطر. بان مدرب، فهمتيني، بان مدرب رجل المرحلة. بان رجل المرحلة، وحتى الفريق اللي خدينا منه يحيى عطية الله وجبران، وخدينا منه تقناوجي المهم ما لعبش، يعني أكبر الفروق الممثلة. كنا واحد المرحلة كنهضروا غير على الكاك، كان المنتخب عام غير بالكاك في 1900، في الثمانينات وإلى حدود التسعينات بدأت كتضعف الكاك. راه المنتخب راه كان أكثر من 50% ديالو غير لاعبين ديال الكاك. دابا شفنا الكاك تهمشت، مهمشوها. مشوا مواليه، هذا هو المشكل، مشوا مواليه. دابا في الوداد كاين هاد اللمسه ديال الوداد في المنتخب، المدرب ودادي. وكان المهم كان هادي كان ضحكوا بيا مع الاصدقاء، كنقول لهم راه الوداد راه هي لاعب المنتخب راه مدهن عليه اسود الاطلس. المدرب ودادي، الحارس بونو ودادي، عطية الله، جبران، التكناوتي، والمعلق جواد بدس هو ودادي. يعني صافي، احنا كنا مغاربة في الراجا في الوداد. اللي بغيت نقول لك هادشي، هاد الفساد وهادشي اللي كاين دابا، وباك صاحبي وهادشي الى بقى هو بحال هكا، يا راه عمرك ما تحلم شي نهضه اقتصاديه ولا اقلاع حضاري. علاش؟ لان دابا اي نهضه راه خصها اصلاح ديمقراطي. اول حاجه دابا نفترضوا مثلا، احنا نحسبوها بالاقراص والخشيب، واحد المستثمر بغى يجي للمغرب، بغى انفيستي فلوسه، وغادي يخدم معاه بزاف ديال الناس، وغادي يحل لنا بزاف ديال المشاكل. هذا المستثمر خليجي ولا اوروبي ولا امريكي هيجي عندنا هكايا للمغرب باش انه يبدا يجمع الوريقات. فهاد المقاطعه اللي كتعطيك ورقه من 4 شهور حتى 4 شهور، واش انت في نظرك المستثمر غير مسالي لهم؟ خص اصلاح الاداره، خص واحد الاصلاح في القضاء. مثلا هاد المستثمر طاح ضد وزير، اي داعو، واش القاضي غادي ينصف هذا المستثمر ولا غادي ينصف الوزير؟ بيان سير غادي ينصف الوزير. اذا هنا اصلاح في القضاء. وبالتالي باش انك تجيب الاستثمار، حنا دابا كنبقاو غير نهضروا خصنا نجيبوا الاستثمار، واش الاستثمار وجدتي له القواعد ديالو؟ وخصك دير اصلاح في القضاء او اصلاح في وهذا هو قضيه اخرى. وهذه القضيه اخرى كتعلق حتى بالقضيه ديال الصحراء. دابا القضيه ديال الصحراء هي مغربيه، واش هذه المساله واش عادة تحتاج وراه كلشي عارفها مغربية، ولكن علاش عطلات؟ علاش عطلات؟ لأنهم كيستغلوا هادوك التقابي ديال الفساد، وكيستغلوا العيوب ديال النظام، كلشي واكل وشارب. علاش دابا شنو هي دابا فرنسا مثلا تحير فيها تقول لك أنها مغربية؟ ما تحيرش فيها بجوج وريقات أنها صافي سالينا، ولكن علاش معطلينها بحال هكا؟ لأنهم كاين شي هفوات مخلينا، ما كاينش واحد النظام ديمقراطي اللي هو أساسي. كاين ديمقراطية الواجهة، ديمقراطية الوزير. هاد الصراع ما بين الجزائر والمغرب كاين ناس كتقتاش منه، فهمتيني، دول كتقتاش منه، وانت براسك ورا شتي
الجزائري حتى النظام الجزائري عنده الربح تبقى مشتركه بحال هكا، حيت حتى من النهار اللي كيخرج الشعب للشارع كيقول له حنا لا عندنا مشكل مع الجار العدو، كيبقى يفهمشي يدخل الامور بحال اللي كتسمى كيحرف النقاش. الا تحيد الصراع راه الشعب عنده يخرج يقول له صافي راه ساليتي مشكلتك مع المغرب وطلقنا اللعب، راه حنا ما خدامينش، حنا راه ما ساكنينش، حنا ما واكلينش. اللهم خصهم هذا الصراع يبقى، هذا الصراع فهمتيني في الصالح ديال الانظمه ماشي في صالح الشعب. متفق معك. كنزيد كا واحد النقطة، شتي كو كان نظام ديمقراطي لا في المغرب ولا الجزائر، هذا النظام هذا الصراع والله إلا شفتيه ما غاديش تشوفه. كو كان ديمقراطية صحيحة في سواء في المغرب ولا سواء في الجزائر، ولكن هما ملي كيطيحوا في شي مشكلة كيجيب لك العدو الخارجي. حنا كذلك دابا دخل مثلا الصفحة ديال الرمضاني هتلقى نهار كامل هو غادي الجزائر الجزائر الجزائر، واش مال وهبيل ويهضر على الغلاء ديال الأسعار. يعني اشنو كتفهم؟ هتفهم بلي هذاك واحد المتنفس كينفسوا فيه ملي كينهزموا هما كيمشيو لتما. يعني كو كان بصح عدو فين يهضر هنايا، ولا ما عندوش فين يهضر، شنو بغى يجي يهضر؟ يهضر في الاسعار، يهضر في اخنوش، صافي كيهضر لك على الجزائر الجزائر. وهذه القضيه ماشي غير المغرب والجزائر اللي طايح فيها، هذا راه كان كيقولوا واحد الماريشال نازي كان كيتحاكم ديال هتلر، كيقول لهم باش تسيطر على الشعب سهله، خصك تشعره بالعدو الخارجي وهديده. ديك الساعه ينسى الديمقراطيه وينسى الطرف ديال الخبز وينسى ما نعرفش شنو هو، يبقى غير يسب غير في الوقيته ديال الكورونا ما بقى حتى شي واحد يقدر يهضر، بالخصوص وهادشي من يدو ديك مهم ناعمه حتى واحد يقدر، كلشي سكت كلشي تكالبا صافي. هذاك واحد النموذج قوي لو بغيتي تناقش فيه ديال كورونا، كلشي التف حول السلطه. ايه مزيان، ماشي مشكل ماشي عيب، ولكن كنهضروا بهذاك الشكل الاعمى ملي خبروه كاين واحد العدو اللي هو الوباء كلشي التف. ولكن واحد القضيه ما انتبهش ليها، ان الدوله رجعات كتعامل بهذيك السلطه التقليديه ديال المخزن والشيخ والقايد والقايده. يعني رجعات الدوله تقليديه ديال بكري، ما بقاش هذيك الدوله. ولكن شنو اللي بان لك طاغي في المشهد ديال كورونا؟ بان عندنا المخزن، دخل لدارك هو اللي بان كاينه موجود مع السته ديال النهار، دخل مع السته ديال النهار دخل 40 مليون ديال المغاربه، وبان هذاك الشيء ديال الترفيق وهذاك الاعلام، وبان بزاف ديال الحوايج. اما ما بانش عندنا اطور واطباء في المستوى ولا مستشفيات في المستوى، بان عندنا دخل لدارك والترفيق، وهذاك هو اللي بان طاغي على المشهد. المغرب كيتصنف من الدول اللي استغل الجائحه باش انه يضرب حقوق الانسان. وشوف مثلا الاعتقالات اللي كانت في عهد ديال كور الريسوني ومجموعه ديال شو دابا واش دابا حاله الطوارئ. وتحت الله كتقول لي حاله الطوارئ، علاش حنا دابا مديرها لدابا؟ يعني الا خرجتي انك تحتج راه باسم حاله الطوارئ ممكن انك تعتقل. يعني ان المغرب من الدول اللي استغلت الجائحه، وهذا الشيء راه كيتصنف دوليا، من المغرب الدول اللي استغلت الجائحه للتضييق على حقوق الانسان، ومجموعه ديال هذه القرارات ديال 12 الليل ومجموعه ديال الحوايج انهم يتناقشوا. اللي بغيت نقول لك انها تقوات على مستوى الفعل، ولات انها بصح قادره انها تسيطر على الوضع. ايه الا كان شي حاجه كتتعلق بالشغاب ولا حنا معاهم حنا الاولين، ولكن كنهضروا في شي جوانب اللي كتتعلق مثلا بحريه الصحفيين، مجموعه ديال الحوايج اللي كتمس الديمقراطيه. زيد واحد جوج حدات ولا ثلاثه، هي الحدث ديال العاملات مشروع بالقصري ديال الفراوله. على السريع شنو قراءتك على هذاك الموضوع ديال العاملات الفراوله؟ هو الفشل ديال المشروع الاخضر. كيفاش اننا مشروع خسرنا عليه وقيله 45 مليار درهم، وانه جفف لنا الفرش المائيه، وفي اخر المطاف غادي نصدروا المغربيات انهم يخدموا فاش يخدموا في الفراوله في الفريز اللي غادي نزرعنا حنا في مولي بوسلان. هذه حاجه. الحاجه الثانيه على كيفاش الموضوع كيتعلق بالمراه اولا واخيرا، واللي مجموعه ديال الجمعيات النسويه راك انت قلتيها في الفيديو ديالك خرجوا انهم كيقطعوا شعرهم على ايرانيه، اللي بطبيعه الحال اللي هي للاسف حدث مأساوي اللي وقع ليها، ولكن ابناء جلدتهم من هنا من المغرب ما كتسوقوش ليهم، لانهم اي حاجه كترتبط شي شويه بالدين خصهم انهم يكونوا في الحدث حاضرين ناظرين حاضرين مديرين يدهم تما. ولكن شي حاجه اللي كتعلق بلقمه العيش راه ما مسوقينش ليه. وهذا كيفسر ولا كيسائل طبيعه النضال النسوي ولا النسوي في المغرب. اش من نضال اللي كتهضر عليه؟ واش نضال العامله والفلاحه لا، هذاك عندهم غير نضال الصالونات فهمتيني،
نضال الصالونات هادو فهمتني هاد القضيه ديال النساوي والمراه مع الراجل وهادشي ديال بقى هما واخدين هاد التساوي والمراه على الراجل. كنقول لهم ديما كنقول لهم التساوي وغير المراه مع المراه بعدا عيشوا غير المراه المغربيه تعيش بحال المراه الاوروبيه، اما الراجل راه فهمتيني راه حسبوه مساوي هو والمراه. شوف المساواة عمرها ما كتحقق العدالة، احنا مع الانصاف راه ما يمكنش، راه من طبيعي شو راه مختلفين راه ما يمكنش فهمتي، ولكن راه كاينه بعض الوحدين اللي فهموا ما بغاوش يفهموا، هما فهموا ما بغاوش يفهموا، الوغ انت غادي تبقى تخسر الحجر. هذا كيسائل حتى طبيعة هذا النظام، لو قلنا مثلا غير الصحافة اللي مخترقة البلاد، وماشي شي حاجة اللي جديدة، راه فيسبوك تا هو راه ولا مخترق البلاد، راه كاينه حتى بعض الاشكال النضالية تا هي راه مخترقة في البلاد. كتلقى مثلا النضال ديال هذا النضال ديال قوس وقزح وتعدل الله، حنا باش تخربيق انايا، حنا شنو نحتاجو هذا الشيء كامل؟ انا باقي نعيش غير باش ندبر عطر ديال الخبز، هذا عبد ربي هذا اللي كيدوي معاكم راه عاطل على العمل فهمتي، يعني راه بنادم راه هرب ليه والله يجا هرب ليه فهمتي، كيسائل حتى طبيعته واش هذا بصح واحد الفعل نضالي اللي هو اصيل اللي نابع بصح من واحد الضمير، ولا غير باش يرضي واحد الجهات خارجيه كتحكم فيهم بالتليكوموند. وانا كنفكر الشنعيه وكنلقى الثانيه هي اللي صحيحه، والله ما نكذب عليك، يعني التحرش ديال المغربيات هذا مرتبط مع بعضياتهم، التحرش ديال المغربيات في السفاره الاسرائيليه هنا في الرباط اللي تعرضوا ليه من طرف الاسرائيليين، وتقول شي جمعيه نسائيه هضرت عليه، شي تقول جمعيه النسائيه اللي غرقوا البو 20، والله ما هضرت فيهم شي وحده، كانوا كلهم ما كاينش شي وحده زيد غرق ليها، زيد غرق ليها ردوا بحال الحاج التابت، هذه حتى وحده ما هضرت. هذيك الممثلات اللي قطعوا شعرهم حتى هما ما داروا ما حركوا حتى شي ساكن حتى هما. وهذا الشيء اللي كيعزز عندك الفكره ديال ان هذه الجمعيات كينفذوا اوامر كتجيهم من برا، هذا الشيء بما انك ما عندكش شي معطيات ولا فكرتي غير مزيان بالمنطق وبالعقل، تقول راه هذا الشيء اللي كاينه، راه هذا الشيء اللي كاينه، واش وحده فلاحه مسكينه ما عندهاش حتى عشاليله كتوفى عطر الخبز، هذا الشيء راه فضيحه، راه فضيحه صاحبي، بحال هذوك اللي توفوا على خنشه الطحين في سميتو في الصويره واقيله 11 المره، هادشي راه فضيحه، هادشي كنعيشوه في القرن 21 هذا صاحبي، هذه حكومه الكفاءات اللي تيقول لك اخ النوج هي هذه، هادشي راه فضيحه. بالمقابل هادشي مدارين عليه عينين ميكا، وغادي يحيد صندوق المقاصه غادي في الضرب، وهذه مساله خطيره تهضر معاه يقول لك علاش باغي تحيد صندوق المقاصه، يقول لك والغني كياخذ الخبزه بدرهم والفقير كياخذ الخبزه بدرهم، تعطي الله واش الغني غير مسوق الخبزه بدرهم، راه الفقير هو اللي كيحسب له الف حساب. وتاني حاجه بانت لك انت غير الخبزه بدرهم، ما بالكش الدعم الاخر اللي تحيدوا على الاغنياء، واحد عنده ضيعه فيها 600 قطار تولد له عجل كيعطيه دعم، اعفاء من الضرائب، الروينه الكحله، انت ما بالك غير صندوق المقاصه اللي كيستافدوا منه الاغنياء، وفعلا انه كيستافدوا منه الاغنياء، ولكن علاش غير هاد صندوق المقاصة اللي مقوص عليه نتايا؟ علاش مقوص عليه؟ شوف كاينه طرق وحدين اخرين الا بغاو زعما كاين الغني يقزموه في هاد البلاد، كاينه طرق وحدين اخرين يمنعوا عليه غير الفساد، فهمتيني معظم الناس دارت الفلوس بالفساد كله في الدرويش قنطره باش الطبقه الوسطى يهلكوها، هذا هو الموضوع. هذا هو الخطر في الامر. دابا مثلا هاد التعويض اللي كيديروه، واخا ما كاينش شي تعويض، هذا راه كيديروا غير السجل الاجتماعي، لكن شي تعويض ما عايش دوار وغيفرقوا على ديالهم، هذوك الضعفاء ديالهم اللي كيوصلوا التبرقيقه وزيد وزيد وزيد، حنا كلشي عارفين فهمتيني، فهمتيني بلاد كحله وعاد فعل الكروسه وسلم على عمك وصافي. شنو سميشو حادث واحد اخر، اخر حادث شنو هو؟ المهم باش ندوز للمنتخب، قبل المنتخب كانت واحد المسيره ديال ربعه دو جنبير في الشارع ديال الرباط، واحد المسيره كبيره، وهذا كيدل بان ها واش المسيره التضامنيه مع فلسطين؟ لا قبل كانت مسيره ضد غلاء الاسعار في الرباط، كانت مسيره كبيره وطنيه، وفعلا تبينات بان راه الشعب راه طلع عليه في راسه، هادشي ديال الاحزاب وشي ديال البرلمان، وراه ولا بان الشارع قادر انه يستقطب وقادر بانه عنده واحد الجاذبيه، وكانت ايضا واحد الوقفه في 25 دو جنبير ديال هذيك ضد التطبيع، كيبين ايضا بان مازال القضيه الفلسطينيه قويه عند الشعب المغربي، ومازال كتشكل هي الضمير الانساني. شي واحد باش كنعرف انا الضمير ديالو واش حي ولا الشعارات، حاجه واحده انا بلا ما كنكثر معاه كنقول له مثلا شنو كتشكل لك فلسطين. اخر حدث هو المنتخب المغربي،
اول حاجه قلت لك هضر لي على المنتخب المغربي واش كنتي ضامن بانهم غيوصلوا لهذاك الدور ديال نصف النهائي في الاول. وراه هي الحاجه اللي ما كيتبعوهاش بعينيهم راه كتصدق، راه شي ماشي اول مره كيوقع، راه كيوقع في 1986 باش كان المهدي فاريا، جوزيف فاريا، واحد المدرب برازيلي. شي اكبر متفائل اللي سولتيه شنو غادي يدير المنتخب في 86 باش خرج من التومون، قول له اخويا بغينا نخرج غير بشي هزائم صغيره. كل شيء كان كيقول لك في 2004 مع بدو الزاكي في كاس افريقيا، كنا كنضحكوا بيه تنقولوا بان الطياره ديال المغرب ما غاديش تسكت، تبقى مديماريا باش غادي ترجع لينا. يعني ربما حيت ما كيكون كيخدم المدرب في واحد الهدوء، كيكون عنده الامكانيه باش انه كيتحرك. ولكن ملي ما عرفتش هذه القضيه واش غير صدفه ولا بصح، ملي حتى واحد ما كيكون مرفوع الضغط عليهم، ملي حتى واحد ما كيكون كيتسنى شي حاجه كتوقع شي حاجه مزيانه. بحاجة هي ملي بديت من الأول ما عمري فكرت فهمتيني، كاين شي واحدين كينساو عندهم ذاكرة السمك، باللي أنا كنت من الواحد من الناس القلال اللي رفضوا ذاك العرض ديال باش تباع المقاطع، وواحدين آخرين باعوا. حنا الحمد شوف لله التاريخ راه كينسى، التاريخ راه كيعقل على كل شيء فهمتي، واخا ينساو هما راه كاين اللي ما كينساش. كما قلنا لك في اخر المطاف حنا قصرنا في هاد الدنيا، في الاخر غادي يمشي كل شيء. راه كتحط راسك على الوسادة وكيديك النعاس. راه شوف انا كنفهمك وانت كتفهمني، شنو وانت كتفهمني اكثر ياك. شنو عم تعلم كتحط راسك على الوسادة ويديك النعاس، راه هذاك هو كل شيء. وي دابا الناس في اللايف دابا الله يلعن برك على الوطن. فانا نزيد لك واحد النقطة، الشيء اللي وطني ما كيكرهش البلاد، الشيء اللي مناضل والله ما كيكره البلاد. انا نعطيك نموذج ونختم. هو كاين واحد الشخصيه كبيره في التاريخ المغربي سميتو الفقيه البصري. هذا الفقيه البصري كان هو والنظام في واحد العلاقه تناحريه، يعني فيا ولا فيك، ثوري ضد في السنوات الجمر والرصاص. وكان تصور معايا، كان محكوم بالاعدام من عند اوفقير. اوفقير شنو قال له؟ قال له الفقيه غادي تعاير الجزائر غادي نعفو عليك. قال له لا، ما نقدرش نعاير انني دوله شقيقه وممكن انك تنفذ فيا الاعدام، وما نفذش في الاعدام. ومشى للجزائر، الجزائر قالوا له غادي نعطيوك اللي بغيتي غير تقول الصحراء ماشي مغربيه. قال لهم لا، الصحراء مغربيه وغادي تبقى مغربيه، ولا ما بغيتوش نبقى معاكم غادي نمشي. هل المبدئيه كيف داير؟ واش واحد مقمر بحياته مقابل انهم امنوا واحد الفكره الصحراء مغربيه؟ واش انا تعرضت من الظلم من على الاخ النوش؟ نقول لا لا، انا ضد هذاك الشخص، ضده. ولكن ما يمكنش انني نقمر بالاجيال 40 مليون ديال المغاربه.